في الحرب كل الأحداث ذات الأهمية هي نتيجة أسباب تافهة. دي من أقوال يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني اللي توفى أو اغتيل في سنة 44 قبل الميلاد. الحقيقة إنه هو اغتيل من أقرب الأقربين إليه، حتى إن شكسبير وصف عملية اغتياله وقال هي تعتبر أحقر عملية خيانة اغتيال في التاريخ كله. أحداث كتيرة في حياتنا في التاريخ البشري كله مرت من حروب، من اغتيالات، من أزمات، ولكن في بعض الأحداث المهمة جدا اللي غيرت مجرى التاريخ البشري كله بمعنى الكلمة. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيلكم الفيديو. لو سمحتوا يا جماعة تدوسوا الجرس، الجرس ده تدوسوه قبل ما تدوسوا على اللايك. أنا اكتشفت حاجة كبيرة جدا وحاجة فظيعة، كنت واقف في الطابور السينما عشان أتفرج على فيلم الفيل الأزرق 2، فيلم جامد جدا الصراحة. المهم وأنا واقف في الطابور قابلت واحد من الأخوة الأعزاء جدا المشتركين على القناة، هو شافني وعرفني راح رايح بيسلم على إزيك يا محمد عامل إيه، وقعدت سلمت عليه. وكنت بصراحة يعني بكون سعيد جدا لما بقابل ناس من الفانز عندي على القناة بجد. لقيته بيسألني سؤال غريب جدا، بيقول لي هو انت ليه من بعد الفيديو بتاع الكرامطة ما نزلتش فيديو تاني؟ بصيت له كده قلت له ايه فيديو الكرامطة؟ لا لا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي ايه في ايه؟ قلت له ده فيديو الكرامطة من شهرين، عدى عليه شهرين، تعالى لي وريني الموبايل بتاعك. ورحت فاتح الموبايل بصيت لقيته مش مفعل الجرس، مسكته كده قلت له انت ازاي جالك قلب وما فعلتش الجرس؟ قال لي هفعله خلاص، معلش ما كنتش اقصد. اوعوا يا جماعه كل شيء يفعل الجرس عشان يجيلكوا الاشعارات باحدث الفيديوهات. اسف على التطويل في المقدمه، نبتدي على طول. زي ما قلت لحضراتكم ان احداث مهمه جدا غيرت في تاريخنا البشري اللي هنتكلم عليها. اول حدث عندنا وهو معركه أكتيوم، معركة أكتيوم البحرية اللي غيرت في مجرى التاريخ البشري كله، مش في تاريخ مصر بس. الإمبراطور يوليوس قيصر وهو قاعد في مجلس العموم ويتم اغتياله من أقرب الأقربين ليه في سنة 44 قبل الميلاد في يوم 15 مارس. وهنا بقى يقف عندنا أنطونيوس. أنطونيوس لما حصل اغتياله الدنيا كلها هرج ومرج، واللي اغتالوه هربوا، ولازم أنطونيوس ينتقم ليوليوس قيصر. وأنطونيوس كان ابتدى حصل الصراعات وهرج ومرج، وزي ما بنقول احنا بس بنقول عناوين باختصار كده، الى ان انطونيوس قضى على الفوضى اللي تمت. وكان مين اللي بره؟ اللي بره اوكتافيوس اللي هو كان يعتبر ابنه بالتبني. اوكتافيوس ده اللي هو كان لسه عنده 18 سنه، كان خارج الامبراطوريه وخارج البلاد، رجع جري اول ما عرف باغتيال يوليوس قيصر. والحقيقه ان انطونيوس كان بيستخف باوكتافيوس، ايه الوعيل اللي عنده 18 سنه ده اللي حشر نفسه في الحكم؟ ولكن اوكتافيوس اللي عنده 18 سنة زمان يا جماعة، اللي كان عنده 15 سنة كان بيحرك جيوش، النهاردة اللي عندهم فوق 30 سنة قاعدين قدام بابجي. اوكتافيوس لم مجموعة المنافسين من مجلس الشيوخ ومن المسكين في السلطة اللي ضد انطونيوس وحطهم في صفه، ونقدر نقول ان حصل صراع داخلي كان ما بين انطونيوس وما بين اوكتافيوس. ولكن الصراع ده ما كانش هيجيب اي فايدة، لان هما الاتنين كانوا لازم يتحدوا علشان ينتقموا ليوليوس قيصر. وحتى كمان انطونيوس اتجوز اخت اوكتافيوس. اوكتافيوس على ما انا اذكر يعني ان كان عنده اوكتافيا واوكتافيا، واوكتافيا مش اللي بالي بالك عشان ما تقوليش ده انا راكنها تحت البيت. اوكتافيا بمجرد ما اتجوزها يعتبروا ان هما انسجموا مع بعض. ولكن ما ننساش ان يوليوس قيصر كان متزوج من كليوباترا ومخلف منها قيصرون. قيصرون كان لسه طفل صغير. كليوباترا هنا في مصر الملكة كليوباترا السابعة طلبت وقالت ده انا ابني قيصرون هو الابن والوريث الشرعي للمملكة وللامبراطورية الرومانية كلها، لازم يبقى لها جزء. ولكن اوكتافيوس لقى ان الموضوع ده
هيقلقه وهيجيب له مشاكل. وبعد قصة حبه وبعد أحداث كتيرة أنطونيوس اتحد مع كليوباترا أمام أوكتافيوس، وأصبح عندنا هيحصل معركة بأسطولين بحريين، أنطونيوس بقواته والملكة كليوباترا في صف وأوكتافيوس في قوات تانية. وفي 2 سبتمبر في سنة 33 قبل الميلاد عند البحر الأيوني التقى الأسطولين، وبالرغم أن الأسطول بتاع أنطونيوس كان أكبر وعتاده كانت أقوى وكان عنده عدد أكبر، إلا أن أنطونيوس فعلا كان الحظ ما كانش محالفه خالص بمعنى الكلمة. عايز أقول لكم أن ناس كتيرة قوي من اللي بيجدفوا على المراكب ومن جنود كتير جدا جالهم الملاريا، جالهم الملاريا بقت عمالة بتموت فيهم بشكل غير طبيعي. والحاجة التانية، واحد من القادة بتوع أنطونيوس خانه وراح حارب وراح رايح لأوكتافيوس وبلغ أوكتافيوس بالخطة كاملة، فاضطر أنطونيوس أنه يحرق بعض المراكب اللي موجودة ويبقى معاه مراكب تانية وابتدى القتال. ولكن الحقيقة أن أوكتافيوس كانت الغلبة ليه، لأن ناس كتيرة من جنود أنطونيوس خلاص اتغلبوا، ده بالإضافة كمان أن كليوباترا كانت واقفة في عرض البحر وشايفة على آخر اليوم أن المعركة هتخلص لأوكتافيوس، فانسحبت كليوباترا من المعركة وأصبح أنطونيوس هو اللي في المواجهة وتهزم الأسطول بتاع أنطونيوس. ونتيجة كده طبعا أنطونيوس فقد كتير جدا من القوات بتاعته، ولكن برضو كان أنطونيوس وكليوباترا كان عندهم على الأرض في الأسكندرية جيش، يعني في يوم 30 و 31 في الشهر كانت في المعركة انتصر الجيش، كان الجيش البري واللي هم الجنود اللي على الأرض بيكسبوا، ولكن برغم ان هم بيكسبوا لصالح أنطونيوس إلا ان هم كانوا بيجروا وبيفروا نتيجة بعض الخيانات اللي مش عايز ادخل في تفاصيلها. وبلغوا أنطونيوس بدسيسة برسالة فيها كذب ان كليوباترا اتقبض عليها، دي كانت معشوقة أنطونيوس. هو بمجرد ما سمع كده وراح منتحر، وبمجرد ما علمت حبيبته ومعشوقته كليوباترا بانتحاره في يوم 12 أغسطس عام 30 قبل الميلاد انتحر كليوباترا، ولازال البحث جاري عن جثة كليوباترا وجثة أنطونيوس. ودخل أوكتافيوس، ولما دخل أوكتافيوس ملك طبعا مصر أصبحت طبعا الإمبراطورية الرومانية، وأوكتافيوس كمان قتل قيصرون، واستطاع أوكتافيوس أنه ينقل روما من النظام الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري، وأصبحت مصر في عصر ظلمات كبيرة لفترة طويلة من الزمان تحت الحكم الروماني. الكاتب والفيلسوف والمؤرخ الشهير وول ديورانت كاتب في قصة الحضارة جملة رائعة جدا، يقول لك إن في التاريخ مشكلتين كبيرتين جدا، المشكلة الأولانية هي قيام الإمبراطورية الرومانية، والمشكلة الثانية سقوط الإمبراطورية الرومانية. في سنة 286 ميلادية انقسمت الإمبراطورية الرومانية عندنا إلى الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية، ما عادتش روما هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية، أصبحت عندنا جزء الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الغربية، واتنقلت بعد كده العاصمة من روما إلى ميديولانوم، ميديولانوم اللي هي ميلانو دلوقتي، وحتى بعدها بفترة برضو في سنة تقريبا 402 بقت رافينا هي العاصمة بتاعة الإمبراطورية الرومانية الغربية. والحقيقة ان في خلال القرن الثالث والرابع الميلادي حاولوا الرومان ان هم يتحدوا في اكتر من مرة، الا ان كل مرة كانوا بيتحدوا وينفصلوا، لغاية في اخر مرة كانت ايام ثيوديسيوس حكم ووحدها ما بينها وما بين بعضها، الا انه لما مات في سنة 395 انفصلت وما رجعتش تاني. والحقيقة نقدر نقول ان روما من بعد كده بقت ملطشة، يعني في سنة 410 ميلادية اقتحموا قبائل جاية من الغالب اللي هم الفرنسيين، دخلوا على روما وعملوا اعمال سلب ونهب وقتل وسرقة وعاشوا فيها فساد. ده مش كده وبس، في سنة 455 دخلت قبائل الفندال على روما وبرضه عملت فيها وكررت فيها نفس اللي اتكرر. انت تخيل روما، روما بجلالة قدرها دخلوا عليها قبائل الفندال. اصحيح بالمرة هي نقدر نقول انها قبائل كانت عايشة في شرق الجرمن، يعني نقدر نقول انهم كانوا عايشين في يعني ألمانيا الشرقية، دخلوا وعملوا فيها كل أنواع الفساد من سرقة وقتل ونهب، وضاعت الإمبراطورية الرومانية. ده مش كده وبس، كمان في سنة 475 ميلادية كان الإمبراطور اللي ماسك كان اسمه يوليوس نيبوس، الإمبراطور يوليوس نيبوس راحوا أقصوه وجايبينه على جنب وراحوا حاطين
ابنه. ابنه كان اسمه رومولوس. رومولوس مسك الحكم. جه واحد من قبائل الجيرمان برضه وراح نصب نفسه، راح خلع رومولوس وراح نصب نفسه حاكم على روما او حاكم على الجزء الغربي من الامبراطورية الرومانية. وهنا سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية، وبسقوطها دخلت اوروبا في حقبة جديدة تماما، وهي حقبة العصور الوسطى. في عصر الرومان أتى المسيح سيدنا عيسى عليه السلام وابتدت الديانة المسيحية، إلا أن المسيحيين وجدوا أنواع من الاضطهاد كبيرة جدا. وأول أنواع الاضطهاد دي أيام الملك نيرون، اللي هي كانت من سنة 64 ميلادية إلى سنة 68 ميلادية، وده كان طبعا بتحريض من زوجته بوبياس بينا. أما الاضطهاد الثاني اللي هو كان في من سنة 96 ل 97 ميلادية أيام الإمبراطور دوميتيان. الحقيقة المسيحيين واجهوا أنواع كتيرة جدا من الاضطهادات. نظرا لوجود نزول المسيحية في أو سيدنا عيسى عليه السلام في أرض فلسطين، فكانت المنطقة المحيطة بها كانت بينتشر حواليها الدين المسيحي، ولكن المسيحيين طبيعي رفضوا تأليه الإمبراطور الروماني ورفضوا الدخول في الجيش الروماني. لذلك اعتبروا الرومان أن الدين المسيحي ده أكبر خطر عليهم وبيهددهم. وكان نيرون ده بقى بني آدم غير طبيعي بالمرة، اللي سبب في حريق روما الشهير في سنة 64 ميلادية. هو كان بني آدم مش طبيعي، كان مجرم حرب بمعنى الكلمة. نيرون مش اكتفى برضو بقتل وقتل وسفك دماء المسيحيين وبس، ولكن نقدر نقول ان روما كانت 14 حي. راح حارق روما، جه في مخيلته انه عايز يعيد روما من جديد. حرق روما 10 احياء، حرقهم بالكامل، والناس بتصرخ والناس بتجري والبيوت بتتحرق والناس بتجري وهي محروقة في وسط الشوارع، وهو قاعد فوق برج عالي قاعد بياكل التفاح وبيستمتع على نغمات الأغاني بأشعار هوميروس في معركة أو حريق طروادة. الناس ابتدت تشك ان نيرون انت السبب لحرقت روما كلها، وكل اصابع الاتهام بتصيب نيرون، الا ان نيرون كان لازم يعمل كبش فدا. فقال المسيحيين هم اللي حرقوا روما، اقبضوا على كل المسيحيين. وابتدى في عصر الاضطهاد الاول اشد انواع التنكيل والعذاب بالمسيحيين في كل بلاد الشرق والغرب على الاطلاق، لدرجة يا جماعة انه كان المسيحيين عايشين في سراديب تحت الارض وبيهربوا في الكهوف هربا من كل انواع التنكيل. ده مش كده وبس، ده سبب في قتل بولس، وفي سنة 68 ميلادية سبب كمان قتل 2 من تلامذة المسيح اللي هما بطرس ومرقس. وفي نفس السنة نيرون اول ما اقصوه من الحكم راح منتحر وقاتل نفسه. ونقدر نقول ان الدين المسيحي في خلال القرن الثاني والثالث الميلادي كان بيتم تأصيله بشكل كبير، وكان عندنا 3 كنائس رئيسية، انطاكيا وروما والإسكندرية، وجم كتير من الملوك ومن الرومان وكانوا برضو يضطهدوا الدين المسيحي. حتى برضو مشهور دوكلوديانوس، وانا قبل كده اتكلمت عليه في اكتر من فيديو، الفيديو بتاع عمود السواري والفيديو بتاع القديسة فيرينا، وحتشوفوا مدى الاضطهاد. اي نعم دوكلوديانوس الحقيقة في اول حكمه كان مبين ان هو متسامح ومتسالم مع المسيحيين، ولكن في الفترة الاخيرة من حكمه ما كانش الكلام كده خالص. اول حاجة حرق كل الكتاب المقدس، تاني حاجة حرق كل الكتب الدينية، تالت حاجة ممنوع صلوات المسيحيين، رابع حاجة ممنوع تجمع اصلا اي مسيحيين مع بعض. ومش هننسى ان الاقباط هنا في مصر، والاقباط معناها مصري، ولكن نقصد بها الاقباط المسيحيين، احنا كلنا اقباط لان كلمة قبطي معناها مصري مش معناها مسيحي. المهم نقدر نقول ان الاقباط في مصر من الديانة المسيحية
عانوا أكتر أنواع العذاب والتنكيل. لذلك التقويم القبطي اللي هو سنة 284 مربوط بدقلوديانوس. ده من ضمن حاجات البسيطة. إلى إن جاء عندنا قسطنطين. قسطنطين أمه هيلينا كانت مسيحية، ونقدر نقول إن هي كانت لأنها بتذكر فضائل الدين المسيحي قدامه. ابتدى قسطنطين يعمل بعض التعديلات. ابتدى طبعا لأن الوثنية كانت موجودة، ما كانش يجرؤ من لحظة واحدة إن هو يعلن إن الدين المسيحي هو الدين الرسمي في أوروبا خالص، ولا في مملكة في الرومان نهائيا. ولكن ابتدى يخلط الاثنين مع بعض. ابتدى قسطنطين رغم برضو إن الموضوع بالنسبة له كان موضوع سياسي أكتر ما هو موضوع ميل للدين أكتر، ولكن ابتدى يحط من هنا شوية ومن هنا شوية. سنة 313 ميلادية كان قسطنطين تمكن من زمام الحكم، وطبعا نظرا لحاجات كتيرة جدا، نظرا لتأثره بالدين المسيحي وأمه بالدين المسيحي، وإن هو ابتدى يظهر التعاليم الدين المسيحي أمام الناس، وابتدى يظهرها بشكل علني أمام الناس كاملة. في سنة 313 ميلادية أعلن قسطنطين بمرسوم اللي هو مرسوم ميلانو الشهير، اللي هو بعدم وقوع أي عقوبات على أي حد من معتنقي الدين المسيحي. وهنا كانت لحظة تمكين المسيحية من أوروبا، وبالتالي اتنقلت هنا في مصر عدم الاضطهاد الديني. ولكن ما سكتناش على كده وبس، في مصر اتنقلوا من الاضطهاد الديني إلى الاضطهاد المذهبي، لأن المسيحيين هنا في مصر بعد معاناتهم من الاضطهاد الديني واجهوا مع الرومان الاضطهاد المذهبي في الديانة المسيحية. دي بعض أجزاء عن الفترة الرومان والأحداث المهمة جدا اللي غيرت من مجرى التاريخ. وما تنسوش يا جماعة تلاقوا المصادر موجودة في شرح الفيديو، والحمد لله أن أنا من القلائل اللي بيتكلم وبيحط مصادر كلامه في شرح الفيديو. شكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك مش مشترك في القناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس يا جماعة عشان يجيلكوا الإشعارات دايما. وأشوفكم على خير، سلام عليكم.